هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اسي مابل، دنتالي، حلويات الآغا. تحذيرات من نشر صور لمواقع عسكرية وأمنية سويدية على الإنترنت، وخبراء أمن المعلومات يعتبرون ذلك خطراً على البلاد. الادعاء يوجه 3 تهم جرائم جنسية بحق وزير سويدي سابق تحرش بنائبات في البرلمان. أهلاً بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الكومبس. عرضت مؤخراً صور لمنشآت عسكرية وأمنية سويدية محمية على الإنترنت، فيما اعتبر الخبراء في أمن المعلومات أن ذلك قد يلحق الضرر بأمن السويد. وتظهر الصور المنشآت العسكرية وشبكة الكهرباء والشركات التي لديها عمليات سرية في خدمات الخرائط على شبكة الإنترنت على الرغم من حظر تصويرها. وتركز المخاوف حول إمكانية استخدام هذه الخدمة من قبل الدول الأخرى التي لديها أغراض تجسس أو حتى أعمال إرهابية تجاه السويد. وتكمن خطورة عرض مثل هذه الصور بأنها لا تعرض فقط شكل الأبنية إنما الأنشطة التي تمارس فيها. واعتبر الخبراء في أمن المعلومات بالقوات المسلحة أن هذا انتهاك لأمن السويد وقد يشكل خطرا عليها. وجدير ذكره أنه يتم تغريم العديد من الأفراد الذين يلتقطون صورا كهذه، لكن الشركات التي تعرضها لا تخضع لأي عقوبات قانونية. أكد الادعاء العام السويدي أن أسكيل إيلانسون وهو وزير الشؤون الريفية السابق بالحكومة السويدية متهم بارتكاب جرائم تحرش جنسي. النيابة العامة السويدية تحقق بثلاث حالات سوء سلوك جنسي وفقا لرئيسة النيابة في مكتب الادعاء العام لينا كاستلوند، التي قالت إن هناك 3 حالات من الجرائم الجنسية ضد 3 نساء مختلفات وقعت في أعوام 2016، 17 و18، وتم في مارس أذار من هذا العام إجراء تحقيق أولي في التحرش الجنسي ضد الوزير السابق إسكيل إيلانسون وهو من حزب الوسط، وذلك بعد أن أعلنت 4 نائبات عن حزب المحافظين أنهن تعرضن للمسة غير مرغوب فيها من قبل الوزير. ومن جهته علق حزب الوسط أن النائب يستحقن العدالة. تضاعفت نسبة المتقاعدين الفقراء الذين يعتمدون على دعم الشيخوخة على مدى 15 عاما في السويد وفقا لتقرير راديو إيكوت. ففي شهر مايو الماضي كان عدد المسنين الذين ليس لديهم دخل يصل إلى مستوى معيشة معقول حوالي 25,000 شخص، ولكن حسب مركز الإحصاءات السويدي فإن هذا الرقم مبالغ فيه، حيث يقدر عدد هؤلاء ب 17,000 شخص يحق لهم الحصول على المساعدات. وقال إريك فيرم وهو المحلل في وكالة الضمان الاجتماعي السويدية لراديو إيكوت أن أحد الأسباب التي جعلت هذه المجموعة أكبر حجما هو أن المزيد من الناس يأتون إلى السويد في أعمار متقدمة، وبالتالي ليس لديهم ما يلزم للحصول على معاش ضمان حسب قوله. أعلن النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب سفيريا ديمقراطنا بيتر لاندغرين عزمه الاستقالة من منصبه طبعا كنائب عن السويد، نافيا أن يكون هناك أي علاقة بين قراره والتحقيق الجاري معه بقضية تحرش جنسي. وقال النائب إنها مهمة مرهقة إلى حد ما على عكس ما يعتقده الكثيرون، خصوصا أنك بعيد جدا عن المنزل ولا ترى أفراد عائلتك بوقت كاف حسب قوله. ويخضع النائب لاندغرين للتحقيق بتهمة تحرش جنسي بزميلة له في الحزب والتي تم الكشف عنها قبل أيام معدودة فقط على موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة. ستعود في 19 من آب أغسطس الجاري حركة قطارات المسافات الطويلة في المحطة المركزية بالعاصمة السويدية ستوكهولم إلى طبيعتها بعد عملية إصلاح وتحديث للسكك الحديدية
أثرت على الحركة لعدة أسابيع. وسيكون من الممكن ركوب القطار من وسط المدينة مرة أخرى بدلا من الاضطرار إلى النزول في محطات عديدة غرب وجنوب ستوكهولم. ومن المتوقع أن تعود عملية تحديث خطوط السكك الحديدية مرة أخرى في العاصمة ستوكهولم بصيف العام المقبل 2020، حيث سوف تتغير حركة القطارات أيضا لمدة 8 أسابيع، وسينطبق الأمر على حركة قطارات الأنفاق وفقا لكاترينا ويلفرام وهي مديرة الصحافة في إدارة وكالة النقل السويدية. أخيرا أعلنت مجموعة علماء أمريكيين أن شهر يوليو الماضي كان الأشد حرا في التاريخ في إطار الارتفاع المستمر وغير المسبوق لحرارة الأرض. الظاهرة المرعبة هذه بدأت منذ حوالي 5 سنوات، ولعل ما يكون أخطر من ارتفاع حرارة مياه البحار والمحيطات هو انتشار الحرائق البرية في الغابات والمساحات الخضراء القطبية والقريبة من القطب المتجمد الشمالي، والتي بدورها رفعت من درجات الحرارة وساهمت أيضا في تسريع ذوبان الثلوج في تلك المناطق الباردة. العلماء أضافوا أن هذه العواقب هي تماما ما كانوا يحذرون منه ويتوقعون حدوثه، وأن بلوغ الحرارة درجات قياسية سيصبح أمر أكثر سهولة للأسف مع مرور الوقت. ماذا في أخبار الطقس اليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، إس إي مابلغ، دنتالي، حلويات الآغا.